بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. نتابع دراستنا في اخبار ايام تاني اصحاح العاشر. التسع اصحاحات الاولانيين في اخبار ايام التاني اتكلمونا على داود وسليمان، وبالنهاية الاصحاح التاسع شفنا نهاية سليمان حقق بناء بيت ربنا وربنا حل بمجده في البيت، ولكن سليمان نتيجة الرخاء ونتيجة اتساع المملكة ونتيجة الحياة اللي كان عايشها أدى بيه الأمر إن هو يتهاون، وزي ما شفته إن هو تزوج بأجنبيات كتير وبنى مذابح للآلهة بتاعتهم حتى في أورشليم، وده خلى ربنا يزعل منه لأن ما ينفعش يعني قول إليه ما زال يصرخ إلى متى تعرجون من الفرقتين، إن كان الله هو الله فاعبدوه وإن كان البعل هو الله فاعبدوه. سليمان بعد ما حقق بناء بيت الله حسب وصية داود الغنى جرفه، وبعض الأباء بيقولوا إن الغنى تجربة أصعب من الفقر، يعني كتير من الناس الفقراء نلاقيهم شاكرين ربنا، لكن قليل من الأغنياء نلاقيهم خاضعين لربنا. الجملة أنا مش بتفلسف يعني، لو أنتوا تفكروا فيها تلاقوا كده، كثير من الفقراء بيقولوا نشكرك يا رب نعمتك دمها علينا، وقليل من الأغنياء يقولوا أن في ربنا وأن احنا محتاجين له. سليمان دخل في تجربة المال والغنى والمجد، وزي ما أنتوا عارفين الطريقة اللي مشي بيها. ربنا كان الهدف إيه من الأول لما اختار الشعب ده؟ من اول ما طلع ابراهيم كان الهدف ايه؟ كان الهدف ان يبقى فيه جماعة مختارة، شعب الله اللي الله يحافظ عليهم وسط عالم وثني، وان من الناس دولت يتحقق وعد ربنا للبشرية ان نسل المرأة يسحق رأس الحية. لكن الشيطان دايما يحارب ولاد ربنا ويحاول يفسد الصالحين علشان يبقى الكل في نفس الطيار ضايعين. فبسقوط سليمان في هذا الأمر، وبالأكثر أقول كمان أن كتير من سبط يهوذا ابتدوا يمشوا وراه لدرجة أن هو في ملوك 5 مثلا تلاقي أن سليمان ابتدى يعمل حاجة زعلت منه بقية الأصباط، أن هو قال أن بتوع يهوذا دولت ما يشتغلوش، ما ياخدوش مسؤوليات، ما يسخروش، ولكن اللي يشتغل ويسخر بقيه الاسباط. تخيل انت، احيانا بنحس كده في البيت نلاقي الاب عنده عيل فرخه بكشك والتاني يعني يقول لك انا لقيتوني في الشارع ولا ايه، يحس كده ان هو ما بيتعاملش بنفس المعامله، وده بيخلي روح الانقسام تخش البيت وتلاقي العيال يكرهوا بعضهم، الاخوات يكرهوا بعضهم. نتيجه ايه؟ نتيجه تمييز الاهل لحد عن التاني. طبعا احنا بنعملها احيانا في البداية بتكون من غير قصد، نتيجة ان ده بيسمع كلام وده ابن ماما بابا، بيسمع حبيب بابا وده روح بابا وده مش عارف ايه، ولكن في النهاية هو بيعيش في وسط اخواته وحاسس ان على راسه ايه؟ ريشة، يخدم ولا يخدم. بتكون النتيجة ان بقية الاخوات بيحسوا بايه؟ بيكرهوه. انا مرة قريت قصة الدكتورة بتاعت علم النفس، طفل صغير ما كانش شاطر في المدرسة واخته كانت شاطرة في المدرسة، فكل ما يجيبوا الشهادات بتاعتهم الاب والام يا سلام ده انت تطلع خدام تبقى قابلني لو نفعت، تنهم كل ريبورت كارد يجي يطلعوا البيت 10 سما بتاعت ابتدائي دي وينزلوا بالواد ايه 7. عارفين الواد عمل ايه ساعتها؟ كان زمان عدة التليفون، فاكرين عدة التليفون السودة دي؟ خلى أخته نايمة على السرير وجاب عدة التليفون راح خبطها على رأسها فتح لها دماغ. ليه؟ لأن مين اللي علمه الكراهية؟ أو ده اللي عمله سليمان نتيجة البزخ اللي هو كان عايش فيه. حط ضرائب على الشعب وابتدى يستثني يهوذا من حاجات كتيرة لأن دول كانوا الحاشية الملكية بتاعته. لا، يوسف مختلف. يوسف ربنا اختاره لكده وهو كان متضع، هم اللي كان قلوبهم وحشة، في فرق كبير قوي بين الاثنين. يوسف كان إنسان بسيط ومتضع، لكن
اللي كان بيعمله سليمان ان هو كان بيرفع سبت يهوذا وبيضغط على بقية الأسباط، ففي هنا فرق في التعامل. المملكة وصلت لمرحلة صعبة جدا، ربنا كان عايز ينقذ ما يمكن إنقاذه، عشان كده في الإصحاح اللي بعد كده 11 هتستغربوا لما تلاقي ان انقسام المملكة ده كان بسماح من ربنا وبإرادة ربنا. ليه؟ لأن ربنا كان شايف ان الخطية دخلت في حياة الشعب اللي هو اختاره علشان يبقى بتاعه ويبقى الناس دي بتاعته، فربنا حب ان هو يخصص مجموعة، المجموعة دي ما تضيعش. واحنا لما درسنا في ملوك اول وتاني لو تفتكروا الخطية قد ايه كانت في مملكة اسرائيل، بينما مملكة يهوذا كانت الى حد كبير افضل، لدرجة ان 3 من ملوك يهوذا ربنا قارنهم بداود النبي. فهنا ربنا سمح بالانقسام للخير. ليه؟ لانه في الهدف في النهاية مش مملكة عظيمة يتباهى بها الله وسط الشعوب الاخرى، ولكن الهدف في امة مقدسة ممكن يطلع من هذه الامة ايه؟ واحدة زي العذراء في الاخر اللي هي يتجسد منها المسيح. فحنلاقي ان على الرغم من الامور الصعبة اللي هتمر بعد كده من صح 10 ل 36، لكن ربنا ساب سراج بسيط كده في بيت يهوذا ان هو يستمر لغاية ما يظهر شمس البر الحقيقي اللي هو يسوع المسيح ابن داود. والشيطان يوريكو كان بيحارب لدرجة ايه، ان في مرحلة كان لم يبقى من صب من نسل داود غير طفل واحد نجا من المذبحة اللي عملوها لكل سبت لكل نسل داود عشان يمحوا هذا الايه السبت. بعد رجوع من السبي ما كانش في حد من بيت داود من ملوك، ولكن ده كان جاي بعد كده المسيح اللي هو ملك الملوك. الشيء اللذيذ بقى ان ربنا لما سمح بالانقسام في سبتين اتبقوا مع بعض وعشر اسباط انفصلوا. السبتين اتبقوا مع بعض هم مين؟ هم سبت يهوذا، واتبقى معاه سبت مين؟ وسبت من يمين ده طلع منه مين؟ شاول. يعني تلاحظوا ان الاثنين الملوك ربنا جمعهم هم الاثنين. سبت بن يمين كان سبت صغير ما كانش لهش وزن، لكن سبت يهوذا كان سبت ايه كبير. ايه اللي ادى لهذا الانقسام؟ اول حاجة حالة الرفاهية الشديدة اللي عملها سليمان، فخلت الكارن اكسبنسز بتاعته تبقى عالية قوي، فابتدى يحط ضريبة عن الناس، الناس ابتدت ايه تتعب منه. يعني احنا قلنا في الإصحاحات لما كنا بنتكلم على سليمان ان الفضة كانت زي التراب في الشارع زي الحجارة، ولكن مع هذا هو عشان تمنتين المستوى ده عايز يبقى داخل البيت المال ايه، عارفين زي ما واحد ايه ربنا يفتح عليه كده شوية يوم يتعود على ايه على الصرف، وبعدين تلاقي العملية ضاقت لكن هو تعود على ايه على الصرف، يوم يحول على ايه على الكريدت كارد، يبتدي يحط على ايه على الكريدت كارد، وتلاقوه ابتدى ايه يدين ويخش ايه في مشاكل مالية. اهو ده كان مثل للشعب ده. نمرة 2 سبب الانقسام هو ان حالة التفشي الخطية، لان دايما الانسان اللي عايش في بحبوحة قوي 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 ما بيدورش على ربنا، فهم كانت ده اللي حاصل عندهم. تالت حاجة كان اختلاطهم بالشعوب اللي ربنا قال لهم ما تختلطوش بيهم، هم ابتدوا مش ينقلوا منهم الحضارات بس، ابتدوا ينقلوا منهم حياة البزغ وحياة النجاسة والشر. يعني احنا المسيح قال في صلاته للآب أسألك لا أن تأخذهم من العالم ولكن أن تحفظهم من الشرير. ودايما احنا بنشرح علاقتنا بالعالم زي المركب، ما تستغناش عن المية، لكن المية لو دخلت جواها المركب ايه تغرق. احنا عايزين نستخدم العالم، يعني انا مثلا الايباد والايفون جمال تكنولوجيا رائعة، لكن لو انا ما عنديش اختيار صح هلاقي ان دول زي ما هما مصدر ان انا كان اكسس مكتبات كبيرة ومراجع كبيرة وحاجات حلوة كتير ممكن يبقوا سبب لايه لضياعي. فانا ده نقطة مهمة ان احنا ازاي نحرص ان احنا واحنا في العالم من ايه من تهش في وسط الحاجات اللي بيأديها اللي بيقدمها العالم. في سفر ملوك اخبار ايام
الشيء اللذيذ ان هو بيتكلم بصورة ايجابية بس، فلم يذكر خطايا داود ولم يذكر خطايا سليمان، وبالعكس هيتلاقوا بقى لما يجي يتكلم في الاصحاحات الباقية دي مش هيجيب سيرة مملكة اسرائيل خالص. ليه؟ لان بيعتبر ان دولت انفصلوا عن الله، لانه حيثما لا يوجد هيكل وحيثما لا توجد عبادة وحيثما لا يحل الله بمجده، يبقى كل ده ايه الباقي؟ مجد عالمي او ايه؟ ضياع. مملكة اسرائيل استمرت 250 سنة وكانت كلها قايمة على الاغتيالات باختصاب الحكم، لكن مملكة جنوب في يهوذا قعدت 350 سنة. في انبياء كتير ظهروا في الفترة ديت، وده يوريكوا اهمية ان ربنا بيحاول ان هو يجيب شعبه ويرشده. هناخد حول الاصحاح 10 و 11. احنا مرينا في حاجات دي قبل كده في ملوك، فهنمشي بسرعة شوية. يقول وذهب رحبعام إلى شكيم. شكيم دي كانت زي العاصمة السياسية، يعني شاول راح لشكيم وتجمعوا عنده كل الأصباط، داود راح لشكيم وتجمعوا عنده كل الأصباط، سليمان راح لشكيم وتجمعوا عنده الأصباط. فرحبعام مشي على نفس الإيه؟ التقليد أو نفس البروتوكول، وده شيء طبعا إيه؟ كويس إن هو يعمله. جاء إلى شكيم كل إسرائيل ليملكوه، يعني الناس برضو كان عندهم نية ايه كويسة، يعني دي حاجة حلوة ان هم الناس كلهم جم علشان يملكوه، او اللي هم بيسموها ان هم بيبيعوه، ان هم بيقولوا له احنا قبلينك ملك بعد ابوك. ولما سمع يربعام ابن نباط وهو في مصر حيث هرب من وجه سليمان الملك. انتوا فاكرين طبعا في نبي اتنبأ ليربعام قال له التوب اللي انت لابسه ده هيتقطع الاتناشر حتة، حتتين مع بعض وعشرة مع بعض، وانت تاخد عشرة. فيربعام اول ما سمع كده وسليمان اول ما سمع كده كان زمان طبعا يعملوا فيه ايه؟ موتوه. فخد بعضه وهرب على ايه؟ على مصر. ده يوريك قوة مين؟ سليمان. لكن اول ما سليمان مات راح يربعام ايه؟ رجع. يربعام ده لا من يهوذا ولا اي حاجة خالص، وكان دايما الناس دي تهرب في مصر بعيد عن إسرائيل. رجع يربعام من مصر فأرسلوا ودعوه، فأتى يربعام وكل إسرائيل وكلموا رحبعام. يعني يربعام دلوقتي ابتدى يبقى له زي سلطة ان هو يقف يتكلم قدام الايه؟ الملك. فابتدى الناس تقول له تعالى نكلم رحبعام. فقال له ايه بقى؟ ان أباك قص نيرنا. النير اللي هو الخشبة اللي بتتحط على ايه؟ على عنق الحيوان علشان يبقى تقيل، فالحيوان ما يمشيش شمال ويمين، يحطوها في الساقية في النورك في الحاجات دي كلها. فيقولوا له ان اباك قص نيرنا، فالان خفف من عبودية ابيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جاء علينا فنخدمك. هو طبعا المقصود بيها هنا ايه؟ المقصود بيها ان كان في شغل صخرة، يعني عايز يبني حاجة. الأول استخدم الأمميين كسخرة، ودلوقتي ابتدى يستخدم الأصباط التانية، لكن يهوذا لا. النير التاني الضرائب، إن هو الناس كان زمان في حاجة اسمها المخصصات الملكية، يعني أنا عايز مثلا إيه السبت بتاعك أنت كل مثلا كان بيقسم على الأصباط كل سبت شهر، أنا عايز منك 25,000 خروف ومثلا 10,000 بقرة ومش عارف 100,000 أرداب قمح تطلعهم لي علشان البيت ياكل. وده انشغال، يعني ده باختصار يعني انشغال سليمان بالمجد الارضي عن بيت ربنا اللي هو كان بيمثل بالنسبة له اجمل عمل عمله في بداية ملكه. اباك قص نيرنا، فالان خفف من عبودية ابيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جاء علينا فنخدمك. احنا مستعدين نخدمك، بس انت ايه؟ وهنا ده مبدأ جميل، ان انت لازم تسمع للناس، لازم ايه؟ تسمع للناس. احيانا في ناس ما بيسمعوش، هو اسمه عارفين موضوع مستر رايت، يعني انا صح وخلاص. حتى احيانا ما تيجي تتكلم مع حد قبل ما تقول ربع جملة يكون هو بايه؟ بيرد. ليه؟ لان هو في دماغه فكرة والفكرة دي مسيطرة عليه، وهو حيرد ريجارلس انت هتقول ايه، يعني انت تقول او ما تقولش مش فارقة. فقال لهم ارجعوا إلي بعد 3 أيام. طيب يعني احنا كنا متعودين من الملوك البركة القديسين
انه لما يقول ارجعوا الي بعد 3 ايام يبقى هو رايح يعمل ايه؟ يستشير ربنا. وان هو كان عندهم الاوريم والتميم ويروح لرئيس الكهنة والحاجات الجميلة دي كلها. فانا لما اكون مش عارف في موضوع يمشي ازاي يبقى اعمل ايه؟ اصلي. يبقى اعمل ايه؟ اصلي واطلب ارادة ربنا. فذهب الشعب فاستشار الملك رحبعام الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام سليمان أبيه وهو حي. كل ملك بيبقى عنده مستشارين، المستشارين دولت بيقولوا له رأيهم، يعني الملك أو الرئيس ما بيفهمش في كل حاجة، ففي واحد لكل تخصص بيقول له نصيحة. فطبعا لو المستشارين بتوعك صح كويسين هيدوك نصيحة كويسة، لو المستشارين بتوعك أشرار هيدوك نصيحة تضيعك. فكان المشكلة إن هو عنده نوعين من المستشارين، مستشارين اللي كانوا مستشارين لوالده ودول بالنسبة له ناس كبار، وفي مستشارين اللي هم في سنه الصغيرين، لأن سليمان مات عنده 60 سنة، فرحبعام ده مش كبير، سليمان ملك 40 سنة. الشيوخ اللي واقفين أمامه قالوا له إيه؟ كيف تشيرون أن أرد جوابا على هذا الشعب؟ فكلموه قائلين إن كنت صالحا نحو هذا الشعب وأرضيتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الأيام. في حاجة أحلى من كده؟ يعني أنت لو كلمت معهم كلام حسن هيكونوا لك إيه؟ عبيد كل الأيام. شيء جميل جدا. طيب، فترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه، واستشار الأحداث الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه، وقال لهم بماذا تشيرين أنتم؟ فنرد جوابا على هذا الشعب الذين كلموني قائلين خفف من النير الذي جعله علينا أبوك. فكلموا الأحداث الذين نشأوا معه قائلين هكذا تقول للشعب الذين كلموه قائلين إن أباك ثقل نيرنا وأما أنت فخفف عنا، هكذا تقول لهم إن خنصري أغلص من متن أبي، والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم، أبي أدبكم بالسياط وأما أنا فبالعقارب. العقارب دي مش عقارب، العقارب دي عبارة عن برضو أنواع من السياط بس بتنتهي بمعدن فبتبقى بتقطع اللحم. هنا أقدر أسميها يعني بقية الموضوع أنتوا عارفين هو اختار مشورة الشباب، جهالة رحبعام. جهالة إيه؟ رحبعام. سليمان في أمثال 17 يقول آية جميلة قوي، يقول إيه سليمان؟ يقول من ولد جاهلا فلحزنه، من ولد جاهلا فلحزنه ولا يفرح أبو الأحمق. يعني رحبعام لبس التاج بتاع أبوه كملك ولكن لم يلبس حكمة إيه؟ أبي. وقعد على عرش داود ولكن لما خدش رعاية داود وإيه؟ وأبويته. فهنا نلاحظ إن نتيجة صغر سن رحبعام ونتيجة ارتباطه بالناس اللي حواليه سمع كلامهم أكتر من الشيوخ. والكتاب بيقول إيه؟ مرشدوك مضلون يا إسرائيل. مرشدوك إيه؟ مضلون يا إسرائيل. وأنا بسأل نفسي سؤال، مين المرشدين بتوعي؟ الحقيقة أنت عندك خط من المرشدين مش واحد. أول مرشد هو دماغك، أول مرشد بيرشدك هو إيه؟ دماغك. انت على طول او ما بتشوف موقف معين بتحاول تاخد ايه؟ بترياكت، عشان انت بتفكر بطريقة معينة. فلو انت طبيعتك هادية بيكون تفاعلاتك ايه؟ هادية. لو انت طبيعتك عنيفة بيكون تفاعلاتك عنيفة. المرشدين التانيين اللي حواليك هم اصحابك اللي انت بتثق فيهم، واخد بالك؟ واحيانا الاصحاب دولت ما بيقوش كلهم نيتهم سليمه، يعني في ناس طالما ما انا ما تاذيش ممكن اقول اي كلام، يعني فاهمين المبدا ده؟ يعني طالما انا
ما تأذيش خلاص. يعني ممكن واحدة تيجي تقول لك شفتي فلانة عملت ومش عارف ايه, تقول لها ايه ده ايه ده ازاي انت قبلتي كده, بينما لو نفس الموقف حصل معاكي كنت هت ايه, كنت هتقبليه. ليه؟ لانها مش فارقة معاكي لو خصموا بعض. فهنا مهم جدا طبعا على بال ما بوصل للمستوى الثالث بقى اللي هو اب الاعتراف او المرشد الروحي. فمهم جدا ان الانسان يكون الارشاد اللي في حياته ارشاد من السماء. يعقوب بيقول ان كان احد تعوزه حكمة يطلب من فوق من عند ابي الايه الانوار. لكن في ناس يقول لك انا ايه حكمتي من ايه, من دماغي, حكمتي من دماغي, واللي يبص لي بعين واللي يخرم اللي مش عارف ايه شغل فتوانة. وده اللي وقع فيه رحبعام. بس انا عشان هدافع شوية عن رحبعام وهقول ان الحماقة اللي وقع فيها رحبعام دي كانت نتيجة لتراكمات من قبل كده, نتيجة اللي ربنا قال ان المملكة تنقسم بعد سليمان, ونتيجة التربية اللي تربى بيها ايه رحبعام. رحبعام اتربى بطريقة غنى وما فيش حاجة غالية عنده. يعني اديكم مثلا, لو واحد متربي في بيت ما فيش حاجة ليها, يعني كل حاجة بيطلبها بايه بياخدها, هل الولد دوت او البنت ديت بيدي قيمة لاي شيء؟ لا. انا حكيت لكم مرة حكاية الولد دي كانت منشورة في لوس انجلوس نيوز. كان ولد بابا قال له لو نجحت هجيب لك عربية. فالولد نجح فمستني الايه, كان رايح جامعة مستني الايه العربية. فبابا لما نجح قال له انا جبت لك الهدية بتاعتك. قال له فين الهدية بتاعتي؟ قال له على المكتب. راح على المكتب لقى لفة لطيفة كده, قال له ايه ده العربية في اللفة دي؟ فتح اللفة لقى جواها ايه؟ انجيل. عمل ايه في الانجيل؟ رماه في وش ابوه. ابوه جاله هارت اتاك ومات. بعد ما ابوه مات واتدفن مسك الانجيل وهو حزين على موت ابوه, بيقلب في الانجيل لقى فيه شيك كاش تمن العربية. لقى فيه شيك بتمن العربية. طبعا الولد ده لو كان مش عايش الحياة المبحبحة قوي دي كان ما عملش كده. لكن هو كان بالنسبة له الانجيل ايه, من عندي اناجيل كتير, انت بعد كل ده جايب لي انجيل تاني؟ فالتربية هي اللي وصلته لكده. فجاء رحبعام وجميع الشعب وقال لهم, فرجعوا قالوا له الكلام اللي هو ايه اللي هيقوله ده. بس هنا بقى ربنا الوحي عشان يعني يدافع عن رحبعام يقول ايه, لم يسبع الملك للشعب لان السبب كان من قبل الله. عارفين ان ربنا غلص قلب مين؟ فرعون. اهو نفس القصة كده, الذي لأن السبب كان من قبل الله لكي يقيم الرب كلامه الذي تكلم به عن يد أخيه الشيلوني إلى رحبعام ابن نباط. أخيه الشيلوني ده اللي قال لي رحبعام إن التوب بتاعك اتقسم 12 أنت تاخد 10 و2, وهو كان النبوة عن تقسيم المملكة. بس أنا من الأباء اللي حبيت رأيهم في الموضوع ده إن مش بقى ربنا بيعاقب رحبعام على خطية سليمان والكلام اللي احنا دايما نقوله ده, لكن ربنا كان عايز يحافظ على يهوذا. لان انتوا شفتوا لما درسنا كان السبت بتاع كان العشر اسباط التانيين في الخطيه بطريقه غير عاديه, فربنا سمح بالانقسام للخير. ودي حاجات احنا ما بنفهمهاش في وقتها, ان ربنا ممكن يسمح بالم او بحاجه معينه احنا في عينينا انها مش حلوه. فين مملكه اسرائيل وفين العظمه وفين المجد وفين الملك اللي جاية ملكة سبأ تتقول له أنا سمعت عن حكمتك وإنت 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 وإنت, لما في الآخر تلاقيهم عملوا إيه كده. في الإصحاحين دولت هتشوفوا بقوة الله ضابط الكل. الله ضابط الإيه الكل.
فلما رأى كل إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم جاوب الشعب الملك قائلين أي قسم لنا في داود؟ وإحنا لينا إيه في داود؟ يعني ابتدوا يحسوا أن إحنا مش part of this، يعني إحنا ملناش حاجة هنا ولا نصيب لنا في ابن يسى، كل واحد إلى خيمته يا إسرائيل. الخطيئة بتعمل إيه؟ بتقسم. الخطيئة بتعمل بتقسم، والسيد المسيح قال كل مملكة منقسمة لا إيه؟ لا تثبت، لا تثبت. أنا لما بنقسم مع على نفسي بخش في مرض نفسي. في واحد كده، أنت عارفين الناس اللي عندها شخصيتين البايبولرز والحاجات الحلوة دي، بيلاقي الإنسان نفسه هو مش عارف بيعمل إيه. نفس الشيء البيت، لو زوج وزوجة منقسمين، نفس الشيء الأسرة ككل، نفس الشيء المملكة هنا، ده اللي حصل. كل إيه؟ ذهب كل إسرائيل إلى خيامهم. يعني بعد ما كانوا متجمعين في شكيم كده عشان يبيعوه، ابتدى كل واحد يمشي ويسيب الرجل ده. وأما بنو إسرائيل الساكنون في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام. يبقى رحبعام الناس اللي هو كان بيخدمهم وبيديهم فلوس ومكبرهم هم اللويال ليه، بس مش دول كل المملكة. وهنا برضو دي خطأ من رحبعام أو من سليمان كمان، إن هو ما كانش مهتم بالكل ولكن كان مهتم بمجموعة خاصة. حتى في رسامة الكاهن يدونا وصية ولك لا تكن لك مجموعة إيه خاصة في وسطهم، يعني لازم، يعني أنا دايما بعد